اهلا بيكم، ورسالة جديدة في نهار رمضان. واحنا النهاردة معانا شيف شيرين. اهلا بيكي يا شيف شيرين، وكل سنة وانتي طيبة ورمضان كريم. اهلا بيكي يا شيماء، ورمضان كريم عليكي وعلى المستمعين. شيف شيرين، احنا عايزين نعرف منك اول حاجة طريقة عمل الكنافة النابلسية، وايه بقى اسرارها وتكتها. تعالي الاول اقولك الكنافة النابلسية هي اصلها ايه. الكنافة النابلسية اصلها فلسطيني، وبالاخص من مدينة نابلس، وهي طريقتها سهلة جدا وتكتها بسيطة. في الاول بنجيب 300 جرام كنافة برتقالي، بنضيف عليها مكعب زبدة ومعلقتين سكر بودرة، وبنخلط المقادير دي كلها مع بعض وبنفردها في الصينية. وبنحضر الجبنة، وهي 200 جرام جبنة نابلسي او عكاوي منزوعة الملح، يعني بنقعها لمدة 24 ساعة في مية عشان انزع الملح منها، وبضيف عليها 200 جرام جبنة موتزاريلا. بنخلطهم على بعض، وبحط الطبقة ديت على الكنافة، وبعدين بحط طبقة كنافة خفيفة تاني على الجبنة، وبسويها على البوتاجاز من فوق على نار هادية. وبعرف ازاي ان هي استوت، بلاقي ان الكنافة من الجوانب فصلت، بطفي عليها وبقلبها على صينية تانية، وبنقدمها، بنحطها في طبق التقديم، وبحط عليها سيرب اللي هو عسل الكنافة، بيبقى عبارة عن 200 جرام سكر عليه 150 جرام مية، ويكون دافي. طب ايه هو اكتر صنف حادق بيطلب منك وبتحبي تعمليه؟ اكتر صنف بيطلب مني هو اللحمة الباردة مع ورق العنب. تعالي اقولك بيتعمل ازاي. اول حاجة ورق العنب، بجيب بصلاية وبشوحها في شوية زيت، واول ما لونها بيصفر بحط عليها عصير الطماطم، وبعدين بحط كمية الرز المناسبة. وفي التوقيت دوت بحط البهارات بتاعتي اللي هي ملح وفلفل وبابريكا والسبع بهارات وكمون، وبطفي النار، وبحط كمان الخضرة بتاعتي اللي هي شبت وبقدونس وكزبرة، وبقلب كويس جدا، وبحط 4 معالق كبار من دبس الرمان، وبلف ورق العنب. وفي مرحلة التسوية بجهز الشوربة بتاعته، وهي بتبقى عبارة عن الشوربة بتاعتي العادية، وبحط عليها 4 معالق كمان من دبس الرمان وعصير ليمونة، وبسويه تمام. اما بقى اللحمة الباردة، بجيب عرق تريبيانكو من الجزار، وبيبقى هو رابطهولي ومحضره تمام. بعدين بحضر البهارات بتاعتي اللي هي عبارة عن ملح وفلفل وبهارات وبابريكا وتوم بودرة وبصل بودرة، وبجهز كل دوت وبخلطه مع بعض، وبتبل العرق من برة، وبسيبه في التتبيلة ديت حوالي 2 أو 3 ساعات. وبعدين بدخله في صينية، بحطه في صينية تحت العرق، بحط خضروات، بصل، بطاطس، جزر، زي ما تحبي، وبحط العرق، وبحط 2 كوباية من المية، وغطيه بورق فويل وادخله البوتاجاز. وبعدين اول ما بيستوي بسيبه يبرد تماما، وبعدين بقطعه لترانشات، وبيكون كده ورق العنب واللحمة الباردة جاهزين معايا. يا سلام على طاجن بامية وعليه حتة موزة، صينية بقلاوة ونبلع بكازوزة. فينك يا كابتشينو وفينها ايام فومك، وقفص منجعوي سيبي بقى في هدومك. فول قدرة وقهية بتنجان مع حبة توم ويا ليمون، كانيلوني وبروكلي وشوفان، سوشي وساشيمي وسيمون، مشمش وقرص يا وياميش، خروبير وكلام تعوز، كوارع مع فتة وعيش والفخدة الضاني مع. يا سلام على طاجن بامية وعليه حتة موزة، صينية بقلاوة ونبلع بكازوزة. طيب ممكن بقى تغششينا النهارده وتقولي لنا على وجبه فطار تكون كامله العناصر الغذائيه وتكون سهله وبسيطه؟ هقولك على وصفه حلوه قوي اسمها تشيكن رول او لفائف الفريخ. هنجيب كيلو من البانيه المفروم، هنضيف عليه ملح وفلفل وبابريكا، ونفرده على شكل مربع، ونحط على جانب واحد من جوانب المربع خليط من الخضروات، يعني ممكن تحطي بسله، بطاطس، جزر، فاصوليا خضراء مسلوقه بنسبه 50% بس، ونلفه زي الرول. وبعدين بنلفه تاني ورق استريتش وورق فويل، ونحطه في صينية فيها 2 كوباية من المية، وندخله الفرن، ولما بيستوي بنطلعه ونحمره بالبيض والبقسماط، الولاد كلها بتحبه. شكرا شيف شيرين، نورتي إذاعة الشباب والرياضة، كل سنة وانت طيبة ورمضان كريم. شكرا لك يا شيماء. وبكده خلصت رسالتنا النهاردة، كنت معاكم شيماء عبد الوهاب، ونرجع لاستوديو 16.